فترة الخطوبة اللي فيها خلافات كتير يا سيدنا مؤشر انه البيت يكون متزعزع؟ قد تكون وقد تكون وسيلة للفهم اكتر. يعني انت عارفة ان الانسان احيانا يعرف الاخر من خلال المواقف. طبعا المواقف مش الكلام بس. يعني الافعال قد تكون في بعض الاحيان، في بعض، عشان كلامي يتحسب عليا بالظبط، مش في كل الاحيان. طبعا طبعا يا سيد. لكن كسر الخلافات مؤشر ان في حاجه غلط. ساعات يا سيدنا ممكن يكون ما فيش توافق فكري او ما فيش توافق عاطفي ما بين الاثنين، لكن الظاهر انه هي مناسبه لي وهو مناسب ليها، والاهل يضغطوا في الاتجاه ده. قداستك تقول لهم ايه لو حسوا ان ابنهم او بنتهم ما عندهمش المشاعر، مش متوافقين فكريا، حتى لو من وجهه نظرهم العريس ده لقطه؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، انا دراستي في الصيدله. طب. ففي حاجه في الصيدله اسمها تايم اوف رياكشن، وقت التفاعل. فلما احيانا اجيب مادتين ويا بعض ياخدوا في التفاعل نص دقيقه، واحيانا اجيب مادتين جنب بعض ياخدوا سنتين على ما يتفاعلوا ويا بعض. وبيعلمونا من باب الطرافه يعني ان في مادتين تفاعلهم ياخد 3000 سنه، الازاز والمي. ايوه صحيح. حط ازاز ومي، شو بقى، يقعد 3000 سنه عشان يحصل تفاعل. واخد بال حضرتك؟ يعني ناخد التشبيه ده في العلاقات، تكوين الاسره، ان هو وهي التفاعل، ما في ناس عندهم التفاعل بطيء بطيء، بيحتاج وقت علشان يقدر يفهم الاخر. فاحيانا نمو المشاعر اللي حضرتك بتتكلمي عليه عايز وقت، فما فيش مانع ان احنا نكبر فتره الخطوبه شوي، سنه، ولغايه سنه ونص مسموح. يمكن المشاعر اعطيناها الوقت الكافي ان خلاص بقيت انا مرتبط من ناحيه المشاعر بهذا الانسان او بهذه الانسان. قصد ربنا من الجواز، لانه ناس كتير بتتجوز لانه لازم اتجوز، هو جرت العاده ان احنا لازم نتجوز. كويس. لكن مش عارفين هو ربنا عمل الجواز ده ليه، او خلانا نرتبط ببعض ليه، ايه الهدف؟ اولا أثمروا واكسروا واملأوا الأرض. ما هو ده الهدف الرئيسي اللي هو عمار المسكونة، وده هدف رئيسي. ثم أن من جيل إلى جيل. ثم الإحساس الأهم من كده، الكيان الأسري مشبع لوجود الإنسان. يعني لما يطلع إنسان يلاقي بابا ويلاقي ماما ويلاقي أخويا ويلاقي أختي ويلاقي جده ويلاقي تيتا ويلاقي عمته ويلاقي خالته، الكيان ده كله مشبع للحياة الإنسانية الجميلة. فغيابه ممكن يشعر الإنسان بنقص خطير، وممكن يدخل الإنسان في أتعاب. كمان في موضوع تكوين الأسر، أنت عارفة حضرتك في القبائل في بعض بلاد أفريقيا وبلاد آسيا وأمريكا اللاتينية، ما هي فكرة القبيلة عبارة عن أسرة كبيرة. بالظبط. فبتديني نوع من السبورت، عزوة. العزوة بقى باللغة بتاعة المحليات. عزوة. لكن هي في الحقيقة هي حاجة بالشكل ده، ان بشعر بكياني وراي ظهر كده. لكن تكوين الأسرة أساسا علشان الإنسان يدو معنى الحب، ايه طعم الحب والعلاقة لما الاقي ابني وبنتي وزوجي وزوجتي وأخويا وأختي وبابايا ومامتي، الكيان الجميل ده، ولا مصدر غير كده. يعني معنى كده ان انا بتعلم الحب من الاسره. طبعا هي مدرسه الحب الاول، ولو ما فيش حب في الاسره اعتقد انه الجيل اللي طالع هيكون ناتج بلا حب. هيطلع جيل، ربنا ما يسمحش لحد، هيطلع جيل ناشف فاقد، والنفس الشبعانه تدوس العسل، وللنفس الجائعه كل مر حلو. خدي بالك من التعبير الجميل ده في سفر الامثال، النفس الشبعانة من الحب تدوس العسل، ما تقعش قدام أي إغراء، تدوس العسل خالص. يطلع واحدة عنده أصول، عارفة لما بنقول أدور على الأصل وبنت الأصل وبنت الأصول وابن الأصل وابن الأصول كده، للنفس الجائعة، الجائعة من الحب. كل مر، أي حاجة مر تبقى حلوة في بقه. يعني ديلك مثال، الشخص اللي بيدمن كل انواع المخدرات مره، طعمها مر. طب يا حبيبي تاخدها ليه؟ طعمها مر. يقول لا، اصل انا نفسي جائعه. والمر بقى حلو في بقي، بيضيع الانسان ويموت الانسان ويبهدل الانسان، بس عشان هو نفسي جائعه.
لما نلاقي شاب مدمن او منحرف او عنده مشاكل نفسيه او بيتصرف تصرفات غير طبيعيه، ده نتاج اسره ما فيهاش حب، غاب عنها الحب. بقت اهتماماتهم واحد اثنين ثلاثة أربعة ويمكن نمرة خمسة الحب. في اهتمام الحب نمرة واحد. عشان كده مثلا بيقولوا الرضاعة تكون الرضاعة طبيعية. ليه؟ مش عشان اللبن، ما اللبن تركيبه نعمله توصل إحساس الحب. إحساس الحب. يعني هو الطفل اللي بيرضع بيرضع حب أولا قبل غذاء. فدي نقط جوهرية وأساسية للغاية في تكوين البيت.